رح ننتقل هلا لفقره باتس مع دكتور لوران معوض. لكن كان في معنا الحلقه اليوم وبينضم لنا هلا دكتور لوران معوض طبيب بيطري ومختص بجراحه الحيوانات والخيول. صباح الخير دكتور. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. كل اربع صار عنا موعد هيك مع باتس وكل عم بيحضرونا كمان بينضموا لنا ان كان تتابعونا ان كان كمان عبر الاسئله اذا عندهم اي سؤال او استفسار حابين يطرحوا عليك. المجال مفتوح وارقام تليفونات رح تظهر على الشاشه بعد شوي. نحن جاهزين نتلقى اتصالاتكم وتطرحوا اي سؤال على دكتور لورا. الاسبوع الماضي حكينا عن الحيوانات الاليفه وبالبيت هيك شو الاشياء لازم ننتبه عليها شو الاشياء لازم نركز عليها. رح نكفي هيك بهالنطاق بهالمحور ونحكي شوي يمكن كمان عن الكاتس كمان عن البسينات كمان لانه يمكن شوي في فرق بالبيهيفير او بالاحتياجات تبع الكلب وتبع البسينه. بدايه بدنا نكفي شوي عن الكلاب لانه الاسبوع الماضي كان في كم سؤال ما قدرنا نخلصهم بسبب ضيق الوقت عن الاكسيتي تبع الكلب او بيعطى الهم بس نتركه او بس نفل من البيت. يعني كثير اشخاص بيكون عندهم كلب بيضطروا يمكن ظروف او شيء معين انه يفلوا من البيت ويتركوه لوحده بالبيت. قدي موجود الانكسيتي او الخوف انه الكلب ينترك لحاله بالبيت وبنشوف قدي بيخرب وقدي مزبوط بينتف المخدات الكلينكس حيلا شيء معقول يطلع بوجه فيه يشخلقه فيه. فاذا فيك تخبرنا شوي عن هالانكسيتي وشو الاشياء اللي بتاثر تنخففها كيف فينا نخففها. هيدي الفكره بدي اقول لك اياها بنسميها سيبريشن انكزايتي. اوكي يعني بيكون هالكلب معود على شخص معين. دائما الكلب عنده شخص معلق فيه اكثر واحد بالبيت. لو العائله مؤلفه من كذا شخص في عنده فيفرت بيرسون له الكلب. اذا هالشخص لسبب من الاسباب بيسافر او بيضطر يتركه او شيء بصير هالكلب معلق فيه. عرفت يعني بده يتصرف بطريقه مثل عم بفش خلقه. عرفت شو بتشوفه عم بخرب بالبيت. هدول قصص كتير غلط وهدول لازم يتصلحوا. سيدي باثولوجي كومبورتمنتال. هدول قصص بالبيهيفير ما لازم نخليها تصير. بالعكس لازم نعوده لازم نعوض له الحنان يلي هو عايزه. لازم نفسر له انه في شيء غلط في شيء صح. واهم شيء الكلب ما ينترك باعمار صغيره يعني مثل بيبي صغير ما فيك تتركه ما راح يعرف. حيروح يشوف كل شيء بده يستكشف كل شيء حيخرب حيكسر. بينما لا بس يكون بعمر كبير بصير فاهم انه مثلا انا ما بقرب على الطاوله طاوله الاكل ما بقرب عليها ما بخرب هون ما بكسر هون هيدا الشيء غلط. لا عم كون انا وصغير فسرت له شو الغلط وشو الصح. وطريقه تفسر له الغلط انه الصح بدها تصير عبر القصاص مش عبر الضرب. يعني اجا مثلا كسر له هيدا المنفذه اون ذا سبوت بدي اكمشه اخذه اضربه بعيط عليه فسر له بتون سيفير انه نو هيدا الشيء غلط يلي عملته. اجا مثلا استقبلني وقت اللي لازم يستقبلني عمل شيء وقت اللي لازم بجيب غنجه بعطيه تريت بعطيه ريورد. عرفت فسر له انه المنيح انا بتكون معه منيح والمنه منيح في مقابله قصاص. هذا بعمر صغير. بعمر كبير بصير يستوعب اكثر بصير قادر انت تتركه اكثر. بس اكيد ما فيك تتركه لفتره طويله والا بصير عندنا هدول المشاكل. ساعتها بدنا نعوض له يعني بده يكون في حدا غيرنا يهتم فيه مش انه نترك الكلب بالبيت او لبسين. حتى لبسين بالبيت ما فيك تتركه وتفل. لو لبسين له اوتونوم وبيضل لحاله وبيقضي حاجاته لحاله. بس كمان ما فيك تتركه وتروح تسافر مثلا. بدك حدا يهتم فيه حدا يلعبه حدا يغنجه حدا يعوض له هالنقص يلي هو عايزه لانه بالنتيجه هو بيعتبرنا انه نحن عائلته. الكلب او لبسين بيعتبرنا انه نحن عائلته. فما فيك تجي اليوم تشيله من هالعائلة وتتركه لحاله حرام. بيأثر شي نوع الكلب؟ يعني في أنواع يمكن تعمل هالأنكسيتي أكثر من غير أكيد أنواع. في أنواع كبيرة والأنواع يلي بتعيش بقلب البيت أكثر من الأنواع يلي بتعيش برات البيت. إذا كلب بيعوي كتير في كمان نسمع أنه يمكن أوقات يمكن جيران بيتضايقوا او بيصير في مشاكل. هيدا من الفاكتور لازم ناخذهم بعين الاعتبار. كيف بدنا نحل هالموضوع؟ نجيب كلب بدنا نحل الموضوع بدنا نشوف ليه شو سبب التعويه ليه عم بيعوي. اذا هل هالتعويه عم بيعوي لانه جاي حدا غريب على البيت جاي حدا دق على البيت برافو لازم يعوي لانه نتيجه الكلب ستان سينيال دالار بده يفسر لنا انه اجى حدا غريب على البيت ستري نورمال. بس انه هيك اجى على باله يعوي ويقلق الجيران الساعه 5 الصبح لا اكيد غلط. بدنا نقصص عليه ما بدنا نخليه يعوي. عرفت واليوم في كذا طريقه من هول بيروحوا ضمن نطاق التريننج. يعني بدنا نشوف مع المدربين هو اللي بيقول لك شو لازم اي ميثود نستعمل تا نصلح هذه المشاكل. يمكن حلقات مقبله كمان بنكون عم نحكي اكثر عن هذا الموضوع أكيد. وعن التريننج وعن المدارس المتخصصين للكلاب. ذكر المشاهدين في تصلوا فينا ويتواصلوا معنا على 01 444 5001 لاي سؤال عبينهم يطرحوا عن بات تبعهم بالبيت مع دكتور لورا. لكن حكينا انه الاساس فينا نكون عم نقصص كلب اذا عمل شيء غلط لنفهمه انه هذا الشيء ما لازم يعمله
وغير قصص يعملها ولازم يعملها نعطيه تريت او نكافئه او نشجعه اكيد انه يرجع يعملها. اكيد يعني نحن رالف بدنا نفسر له على الغلط والصح، هو ما بيعرف شو الغلط شو الصح. نحن بدنا نوجهه مثل ولد صغير بالمدرسه، بس يسقط ولا بس يجيب علامه منيحه فسر له انه لا ما لازم تسقط، انت بدك تنجح، بدك تتفوق، بدك تجيب علامات منيحه، بدك تطمح للاحسن. نفس الشيء بدنا نحكي شوي عن الجرومينج او القص الشعر. نعم. في مواسم معينه لازم نقص لهم فيها شعرهم؟ عاده اكثر العالم تتجه على قص الشعر بفتره الصيف. اوكي، في انواع معينه ما لازم ينقص لها شعره، انواع كلاب ما لازم ينقص لها شعره، بيكون عندها دبل كوت، بيكون عندها هالجلدي عم تحميهم. دونك وقتها انت بدك تقص لها شعراتها، السبب الرئيسي رالف لقص الشعر هو قصة هر الشعر. اوكي، يعني العالم تتجه على قص الشعر ليه؟ لانه عم بهر لهم شعر بالبيت. ساسي تري نورمال، الكلاب الصغيره اللي بتعيش بقلب البيت فينا نقص لها، بينما الكلاب الكبيره يعني مثلا فينا نسمي البرجي الما، الهاسكي، التشاو تشاو خصوصا ما لازم، ولا ما لازم تقص لهم شعراتهم. اوكي، لانه هيدول الوبر معمول ليحمي لهم جسمهم. دونك تجي انت بتقص لهم اياه بتعرضهم لمشاكل او لامراض جلديه. في اشهر معينه بالسنه هي ذا بيست يعني القص شعر؟ اكيد الفترات اللي بيغير فيها الطقس هي الفترات بسميها الشيدنج بيريد او البيريود دو ميو، وقت بيكون عم بيغير الطقس من شوب لساقعه ومن ساقعه لشوب، هي بيكون فيها كميه شيدنج اكبر، كميه هر شعر اكثر. دونك بيتجهوا العالم على قص الشعر. اوكي، نحكي شوي عن الامومه عند الحيوانات، كان كلاب ولا حيوانات. فترة الأمومة إذا هيك قديه بتطول هيدي الفترة؟ كم شهر وكم جرو أو كم بات بيكون فيه ببطن الأم؟ أوكي، عادة فترة الحبل عند الكلبة حتى عند البسينة لأنه قراب على بعضهم هي ما يعادل الشهرين. أوكي، أو 62 يوم. فالبدي أقول لك أنه عدد البابيز أو عدد الكيتنز اللي بدهم يخلقوا بيرجع لاثنين فاكتور. أول فاكتور هو الحجم تبع الكلب. يعني مستحيل كلب دوبرمان تخلف قد كلب تشيواوا. أوكي، لأنه كلب وزنها 35 كيلو وكلب وزنها 3 كيلو. دونك يعني هيدي رح تجيب جرو أو ماكسيموم جروين، بركي على ريجارد 3 جراوي، بينما هديك فيها تجيبها 11 جرو وما عندك مشكلة أبدا. قبل ما كفح حديثنا ناخد اتصال المشاهدين. صباح الخير. بونجور، مين معي؟ معك إليز. تفضل إليز، دكتور لوران بيسمعك. أنا بس حابة أقول له مرسي على الهواء لدكتور لوران. ليه؟ لأنه صراحة خلص لي كلبي من شي كتير بسع. أوكي، اللي كان مصمم وهيك. شو اسمه الكلب؟ بس حبيت أنه هيدا اسمه فلافي. فلافي صار منيح على فلافي؟ إيه، بعقل عن جد. وهو يعني هو حكيم وصار من المرأي. أوكي، مرسي كثير. ودكتور لورا مذكر بالبيج الفيسبوك تبعت الكلينيك، صوتي انيمال كلينيك فيترينير، صوتي انيمال. وفيكم يعني فيسبوك بيج انستغرام. مزبوط، من يومين كنت عم شوف البيج يعني قد في حيوانات قدرنا انه نخلص لهم روحهم من خلال تدخلات تبعك المباشره، كان عمليه او دواء او هيك. هذا شيء كثير كثير حلو، كثير بيبسط حتى العالم انه نشوف انه قدرنا نخلص حياه او روح كلب او بسينه. اكيد نرجع للأمومة، لكن كنا عم نقول الكلب الحجم صغير فيه يخلف جرو أو اثنين. yes. والكلب الكبار الكلب الكبار فيهم يخلفوا كذا جرو. أكيد فينا okay. نوصل لل11 جرو أو 12 جرو، ما في مشكلة. okay. اللي بدي أقول لك يا رالف، والغلطة الكتير كبيرة اللي بيسووها مش بس بلبنان، بأغلبية البلدين، إنه بيشيلوا البابي بكير عن أمه. يعني بيفصلوا الجرو بكير عن أمه. اليوم الجرو بده ياخد أول شيء المناعة، بده ياخدها من الحليب تبع الأم، بعدين كل الخصلات المنيحه والخصلات العاطله بده يتعلمها من امه بخلال هالفتره. عاده ما لازم ينشال الجرو عن امه قبل عمر الشهرين. اوكي، هو على عمر الشهر او شهر واسبوع بلش يلقمش اكل، بلش ياكل، بلش يعرفت شو بيعمل صاحب الكلبه يلي مخلفه، بده يشيلها. لان اول شيء بيخفف مصروفها، ثاني شيء بيخففها مع حاله وتعب ولبكه وتنظيف. غلط، لازم تخليه مع امه على قليله شهرين. اوكي، ليكون اخذ هالمناعه المضبوطه، ليكون كبر جسمه صار قوي، صار يقدر يتحمل انك تشيله، تغير له الانفايرمنت تبعه، تشيله من بيت تحطه ببيت تاني. فهيدي النقطه كتير مهمه لازم نضوي عليها. ما لازم ينشال الجرو عن امه قبل عمر الشهرين، هيدا شغله كتير مهمه. اوكي، قد ايه مهم انه مثل ما انا بيتعلم العادات من امه، قد ايه كمان مهم انه يضل حدا، يمكن يضل مع اخواته كان كبنا كلب او بسينه، يضلوا مع بعض مجموعين لعمر الشهرين. قد ايه كمان الام بتهتم فيهم، يعني كيف بتساعدهم، كيف بتعلمهم، وقد ايه مهم كمان انه يضلوا تحت حراستها وحمايتها، لان فيهم بيصيروا اجريسيف كان الام كلب او بسينه، بس حدا يقرب على اولادها بتصير بتعصب يعني او بتصير بتخوف مأزية. اكيد سيبر انستان، هذا سيل انستان ماترنال. اليوم القرقه اذا انفقص صيصان ما فيك تقرب لها على صيصان. هذا الامومه يعني، هذه بكل بلدان العالم
حتى عند الناس يعني ما في ام بترضى يعني بتقول لك زيني وما تاذي ابني سيتري نورمان بالعكس. وهذا الشيء اللي كنا عم نحكي فيه رالف انه ما ينشال البابي ليه، لانه اول شيء بيتعود على الحياه مع اخواته ودودو بعده كتير صغير يعني بتنشال اول شيء بيتعرض لامراض معديه ان كان عند الكلاب او عند البسينات، في عندك امراض بشكله خطر على حياته او بارفو او ديستامبر او كورونا، وكمان عندك الكاليسي فيروس وعندك بانلوكوبيني كمان هودي امراض خطرين عند البسينات. فبدنا ننتبه، بدنا نشيلهم، بدنا نحطه بمحل معزول، بدنا نعمل له البروجرام دو فاكسيناسيون تبعه، عرفت شو الامية تكون ملقحة، يعني خلي ياخد مناعة مضبوطة البابي مش هيك، بنخليه فترة منيحة مع عمه بعدين بنرجع بنشيله. الكلاب والبسينات بالبيت بيقولوا انه البسين عنده شوارب والكلاب عندهم شوارب. الكلب بيأثر اذا نقص شواربه ولا لا مثل البسين اللي لازم نخليهم نحافظ عليه؟ لا ما بأثر حتى لو قصيتهم، هدول مثل سنسرز بيستعملهم بس مش انه بيضيع اكليبرو. والبسينة لا اكيد كمان ما بضيع ما عندك مشكله يعني. ما بضيع الكليب بيقولوا انه لازم يضل هدول از سنسر بيستعملون البسينات والكليب عاده وقتها بيصيروا بعمر كبير تلاقيه ماشي اول شيء بيحفظ البيت، ثاني شيء بيقرب على قصص بيدق فيها او بتحس يعني مثل الرادار للمسافات. نحكي عن البسينات هلا اكثر بالبيت كمان اذا جبنا بسينه كنا عم نحكي انه كمان البسينة بحاجة لأفكسيون، كنا عنون هي تكل حالة أكتر أوتونوم أكتر بتدبر حالة أكتر بحاجاتها بأكلاتها بكل القصص اللي بتحتاجها. كمان شو النظام اللي لازم نتبعه مع البسينة إن كان بالأكل، كان كمان في حمام ولا ما في حمام للبسينة، كان كمان بالجرومينج بالتمشيط، كان بالضفير، في أشخاص للأسف بيبقوا ضفير البسينات بالبيت بيقولوا أحسن مش ما تخرمش مش ما تأذي حدا، كمان قد هذا شيء غير صحي وغير سليم؟ أوكي رالف، لبسين الفرق بينه وبين الكلب قلنا انه هو اوتونوم دونك هو سوبيسي بزوان بيلبي حاجاته لحاله اكيد اكثر. واهم شغله عنده اياها لبسين يلي الكلب ما عنده اياها انه بيروح بيعمل باللتر بوكس تبعه. الكلب بدك تظهره لبرا تعوضه تمشي برا على طريق مشان يعمل حاجاته برا كان بيبي او كاكا. فاليوم يلي عم بيصير انه لبسينات بتروح العالم بتقلك بدي احط لبسين اندور بقلب البيت بيجي بتشله ضفيره، هل عمليه اوكي انا بعملها ونحن معظم الأطباء البيطرية إذا مش كل الأطباء نحن بنعمل هالعملية، بس بنحط شروط معينة رالف تنعملها. مش أي بسين على الطريق تجي بتلمه تشلو ضفيره، حرام. هذا البسين أول شيء هذا الأنستان تبعه عم بيستعملهم لا غريسته، عم بيدافع عن حاله، عم بده يلعب بده يعمل، فما فيك تجي أنت تشلو إياهم. هلا الشخص يلي بيلتزم انه هذا اتس كوميتمنت وهالكتن الصغير بالعمر فعلا انا مربيه بقلب البيت وبدي اخليه بقلب البيت اوكي فينا نعمل العمليه، بس انك تعمل العمليه بيكون في ريسك واحد بالمليار مش واحد بالمية انه يطلع لبرا حرام. عرفت؟ لانه ما بقى في ولا يدافع عن حاله اذا بيجي عليه حيوان تاني او بسين تاني يعني بتعرضه لخطوره بشكل خطر على حياته حرام. اوكي كرمال الاكل النظام الغذائي كتبع البسينات كمان اكيد البسينات عندهم اكل خصوصي ومثل ما حكينا مرة الماضية عن الدراي فود عند الكلاب اكيد بنحكي عن اهمية الدراي فود عند البسينات. والبسين بيكي اكتر بكتير من الكلب، يعني اذا تعود على نوع معين من الاكل ما فيك تغير له مستحيل لا سوري لانه بيتعود على هالنوع معين من الاكل ودودو النظام الغذائي تبعه كمان كتير حساس، ما فينا نجي نخربط له بالأكل، ما فينا نجي نطعميه من أكلنا أو نطعميه من فضلات الأكل مثل ما بيصير بالبيوت إنه خي بقيوا هود الأكلات من كبلوا يوم للبسين. لا غلط، ما لازم أبدا لأنه هذا الشيء بيضره للبسين. لازم بس نعتمد على الأكلات تبعه وعلى الوجبات تبعه. كرمال الحمام البسين بينظف حاله يعني بنشوفه كذا مرة بالنهار بينظف بيلحوس بيهتم بحاله أكثر من الكلب. هل البسين كمان لازم يتحمم ولا لا؟ عادة البسين ما بيتحمم. أنا اللي بيسألوني الزبونات بقول لهم فيك بيخاف من المي أو أكيد شيء. ما بيحب المي مش بيخاف بيكره المي البسين إيدروفوبيا ما بيحب المي أبدا. دونك في ناس كتير بتحمم بسيناتها مزبوط. ومثل الكلب كل جمعتين ثلاثة مرة وبينبسط وبيفوت على الحمام لأنه عوده من عمر صغير. عرفت شو؟ أنت بترجع بس أنا بالنسبة لي فيني أقول لك إنه هي الصح أكتر أو أفضل للبسين وما يتحمم. ما يتحمم أبدا هو أوكي. بنظف حاله لحاله. بعد ما أنا حوالي دقيقتين بدي أطرق هيك كمان لموضوع عم نشوفه كتير في لبنان هو البلديات اللي عم تعطي سم للكلاب. للأسف اللي صار كذا حادث كذا بلدية مؤخرا. شفنا وكان في فيديوهات للأسف انتشروا على فيسبوك كيف عم بيعطون الأكل والكلاب عم بياكلوا عم يفكروا ان هذا الشيء اكيد مرسي وعم بيهتموا فينا وهيك بس للأسف توفوا الكلاب بعد يس. ونوعية السم اللي عم تستعمل هي ما عندها يعني ما بيقدر يكمش هالكلب لأنه أين كولور وينودور وصنصفر بيروح بياكلها unfortunately اللي هو اللانات بياكلها سيديز أورجانوفوسفوري بياكلها وبيتسمم وبيموت.
في كتير في كتير كلاب بنشوفها على الطريق يمكن اوقات بالبلديات او بالطرقات صح. يمكن مزبوط يمكن بعض منها بشكل خطر ما عم نقول لا فشو برايك الحل لهالحاله او لهالظاهره اللي عم نشوفها الحل لازم يتحصنوا هدول الكلاب يعني هدول الكلاب الشارده على الطريق لازم كلها تطعم لازم ينعطى دعم معين للبلديات او لجمعيات معينه تجي تدعمهم لانه هدول بدهم دعم مادي كمان بيجوا فيهم يعتمدوا بعض الاطباء البيطريه كلنا مستعدين نساعد فينا نروح منحصن هدول الكلاب الشاردة على الطريق حتى البسينات الشاردة على الطريق أول شيء فينا نعمل لهم من طعامهم ثاني شيء فينا نعمل لهم نخصيهم تخفف من هالناس المشتوك على الطرقات أكيد لأنه تكاتر حرام عم ينزلوا على الطرقات يا شو الديستان تبعه يا بده تضربوا سيارة مصيره رح يموت يا مصيره يا بده يكبوله سم يقتلوه غلط هلأ بالنسبة لشق التسمم بدي أقول لك إيه عن كلاب البيت أو الحيوانات الأليفة أهم شيء وقت بيصير معنا هيدا الشغلة ونلاحظ العوارض تسمم كان ترييل أو رشفة أو هالعوارض اللي بتصير عند الكلب أهم شيء أو نشوفه حتى بعض الأيام بنشوف مثلا الكلب عم بيأكل السم تبع الجرادين السم تبع الجرادين ما رح يعمل لك عوارض دغري ديركت العكس بيطول لأنه بده يعمل له إيموراجي أنتر فأهم شيء نعمل كوناندويز لوفوميس وأنا نخليه يتقيا للبسين أو أو للكلب اكيد وهذا شيء بيصير بالعبر فوالا لانه بتشيل هالتوكسين كلياتها من معدته اوكي بيبقى في لا توصل لعند الحكيم بس اول ستيب بدك تعملها انت بدك تعطيه كميه كبيره من الملح اوكي بس تعطيه كميه كبيره من الملح بيستفرغ هالسم يلي بالعه كلياته من معدته وساعتها بتتوجه عند العيادات المتخصصه يلي بتستقبل الامرجنسيز لا يعملوا السبورتيف كير ان كان مصل الانتيدوت تبع السم نعلق له السيروم نعمل له غسيل معده هدول القصص يمكن كمان كثير مهم انه كمان بالمدارس نصير مع الاطفال نربيهم على كيف يهتموا بكلب وكيف يهتموا فيه ونعودهم يحترموا الكلب مش انه منشوف كلب على الطريق نضربه بحجر او منضربه بالسيارة او عرفت شو قصدي بنكسر عليه لا بالعكس لازم نحترمه لانه هذا كائن حي مثلنا مثله بشكرك دكتور لورا معوض طبيب بيطري ومختص بجراحة الحيوانات والخيول موعدنا معك الاربعاء الجاي الله يرضى عليك تكون هيك عم نحكي كمان عن مواضيع بتخص الباتس